مساء الخير فخامة الشهيد عبد اللطيف السيد، دمك أشعل حربا مفتوحة على الإرهاب. الأبطال يستمدون النصر من إلهامك، كما صنعت الانتصارات لمدة 13 سنة من قيادتك للعمليات على الحرب على الإرهاب، تصنعها ميتا بالحشد المعنوي، بالإلهام للآخرين، بالدروس التي يصطف معها كل الناس في احتشاد جمعي لمواجهة الإرهاب وحتب سقف واضح وهو تطهير الأرض من الإرهاب. هي حرب مفتوحة مع الإرهاب، أشعلها سقوط الشهيد عبد اللطيف السيد وعدد من مرافقيه في وادي جنن في أبيان. العمليات مفتوحة، احتشاد شعبي عارم مع العمليات التي تجري الآن على قدم وساق لتطهير ما تبقى من أبيان وشبوة من أوكار الإرهاب. مقتل قائد تنظيم القاعدة، أمير تنظيم القاعدة في جنن، والقبض على عدد من الإرهابيين، وألوية العمالقة بتوجيهات من قائد ألوية العمالقة تشارك في العمليات إلى جانب قوات الأمن في أبيان والحزام الأمني في أبيان وكل القوات. إسناد سياسي كبير للمعركة على الإرهاب. الإرهاب آفة لابد أن تستأصل، هكذا تقول الأحداث. دم الشهيد عبد اللطيف السيد وقود معنوي مهم في هذه المعركة. المعنويات إلى السماء، المقاتلون الأبطال على الأرض يصنعون الملاحم في مواجهة الإرهاب بهدف واضح وهو استئصال الإرهاب، هكذا تقول التعبيرات السياسية الرسمية من الدولة، التعبيرات الرسمية من كل الفاعلين في المشهد، هكذا تقول الأحداث المتلاحقة في أبيان وفي شبوة وفي كل المناطق المحررة. الأمر لم يقتصر فقط في الحرب على القاعدة والإرهاب، بل هنالك معركة أخرى دشنتها ألوية العمالقة بالتنسيق مع قيادة محافظة لحج لتطهير رأس العارة والشريط الساحلي من المهربين والمطلوبين أمنيا والجريمة المنظمة وكل ذلك وأفاقه وأبداده سنتناوله في هذه الحلقة من بين السطور مع اليوسفي. سنسلط جزءا كبيرا من هذه الحلقة عن الشهيد عبد اللطيف السيد، ليس من أجل شخصه بل وهو يستحق، بل لاستلهام الدروس والعبر، لاستلهام القصة التي تحكي قصة شجاعة وإقدام وبسالة ووطنية منقطعة النظير. لابد أن يستلهمها الأجيال، ولابد أن يستلهمها الناس. التضحية من أجل الوطن، وذلك نموذج لابد أن يستلهم أيضا. الشهيد عبد اللطيف السيد في آخر ظهور له قبل أيام من استشهاده كان يصبح على الوطن بانتصارات من شبوة، تطهير مكان جديد من إرهاب القاعدة، الإرهاب الذي استخدم الدين ذريعة من أجل إعلان الحرب على الله ورسوله وممارسة الحرابة. من هناك كان عبد اللطيف السيد الذي يقود المعارك الميدانية يصبح على الوطن بالانتصارات. بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير أيها الوطن الحبيب، من جبال ربيز، من جبال العوالق، من جبال شبوة. نهنيكم على النصر العظيم، ونهنيكم باقتحام وادي ربض، وادي الربض. اليوم صباح تم اقتحام وادي الربض. الشجاعة التي جعلت الشهيد القائد عبد اللطيف السيد يكون في مقدمة الصفوف في المواجهة مع الإرهاب على امتداد 13 سنة بالتحديد منذ إطلاق اللجان الشعبية لمواجهة أنصار الشريعة في أبيان والتي كان قائدها. أتذكر ذلك الأحداث، وسنتناول تفاصيل تلك الذكريات في سياق هذه الحلقة. وعندما حانت لحظة الحقيقة
وغزا العدو الحوثي كان عبد اللطيف السيد المقاتل البطل الشجاع إلى جانب إخوانه في مواجهة الجائحة الحوثية. عندما يحتاجه الوطن يجده في مقدمة الصفوف، وذلك دأب الرجال، الرجل الذي لا يخاف. عندما أتاه التهديد وهو قد تعرض لخمس محاولات اغتيال، أتاه التهديد، كان الرد واضحا من القائد الشجاع الذي لا يهاب. مرروا هذه الرسالة من القائد عبد اللطيف السيد، قولوا له عبد اللطيف السيد ما يبيع، نقوم السماء أقرب له، ولا يتهدد من القاعدة، ما يتهدد، وعبد اللطيف لفار في القاعدة. نعم، القائد البطل ما يتهدد، له ثأر مع القاعدة. وهذا الكلام ليس كلاما مرسل، عشرة من أقارب الشهيد عبد اللطيف السيد ترجلوا في عمليات الحرب مع القاعدة، بينهم ثلاثة من إخوانه. وبالتالي حرب القائد الشهيد عبد اللطيف السيد مع الإرهاب حرب له دوافع متعددة، حرب من أجل الوطن، حرب من أجل الدين، وثأر شخصي مع هذه الجماعة الإرهابية. كان العميد وضاح الدبيش الناطق الرسمي باسم القوات المشتركة قد سردت تفاصيل مهمة عن عملية ترجل الشهيد عبد اللطيف السيد، وهي تحكي قصة شجاعة هذا البطل. إذ يوضح العميد وضاح الدبيش عملية استشهاد العميد عبد اللطيف السيد والشهداء المرافقين له، مؤكدا أنه أصر بكل شجاعة على تمشيط الموقع وملاحقة العناصر الإرهابية سيرا على الأقدام في تباب مرتفعة وعرة للغاية. وللعلم تم تداول فيديو في السوشيال ميديا على أنه لسيارة الشهيد عبد اللطيف السيد، والحقيقة أن هذا الفيديو لا يمت بصلة لعملية استشهاد العميد عبد اللطيف السيد، بل هو فيديو قديم لعملية من عمليات القاعدة. والحقيقة أن ما ذكره العميد عبد اللطيف العميد وضاح الدبيش هو حقيقة ما حدث في استشهاد الشهيد عبد اللطيف السيد، الذي كان يقاتل في المقدمة، يمشط في المقدمة، هو السباق والمقاتلون وراءه، وتلك طبيعة الأبطال الذين يصنعون الانتصارات. إذن هي شجاعة منقطعة النظير من قائد صنع الانتصارات على القاعدة، ليس فقط من الآن. فآخر عملية أطلقها الشهيد عبد اللطيف السيد وهي سيوف حوس، وتلك قصة سنحكيها أيضا في سياق الحلقة، والتي حققت كثيرا من الإنجازات والانتصارات، كان آخرها ما أعلنه الشهيد عبد اللطيف السيد وهو يصبح على الوطن بتحرير منطقة جديدة. هذه الانتصارات لم تأتي من فراغ، العقيدة القتالية المرتبطة بالوطن، المرتبطة بالدين، المرتبطة بالإنسان، من أجل محاربة فكر دخيل يقوم على تبظيف الدين من أجل الحرب على الدين. عبد اللطيف السيد البطل الذي قاتل القاعدة هو عبد اللطيف السيد البطل الذي قاتل الحوثي، وذلك يحكي قصة مواجهة مع جماعات الإرهاب والعنف المؤدلج، جماعات العنف المؤدلج التي تتخادم بينها، حتى أن هنالك تقريرا أمميا للجنة الخبراء يحكي قصة التخادم الذي وصل إلى التنسيق العمليات بين القاعدة وداعش مع ميليشيا الحوثي، إخراج عدد كبير من المساجين على بتهم الإرهابية من السجون في صنعاء من قبل ميليشيا الحوثي، بل وتوظيفهم في عمليات يحكي قصة ذلك التخادم. وبالتالي نحن نتحدث عن نموذج لبطل حارب الإرهاب بكل أشكاله، حارب القاعدة منفردة وتحت مسمى أنصار الشريعة وغيره، وحارب الحوثي منفردة، وحارب الإرهاب الهجين الذي يقض مضاجع الوطن. رحم الله الشهيد عبد اللطيف السيد وأسكنه فسيح جناته. فاصل ونعود. ترجل القائد البطل الشهيد عبد اللطيف السيد،
وباستشهاده انطلقت شرارة معركة بلا هواد مع الإرهاب تجري رحاها على الأرض. الأبطال يحققون الانتصارات المتلاحقة، السقف المعركة، تطهير كل المناطق من سرطان الإرهاب. ردود أفعال إيجابية بشكل غير مسبوق، حالة إجماع وطني مع الشهيد عبد اللطيف السيد. السوشيال ميديا تعج بحالة الإجماع، المتناقضات المختلفة أجمعت على الترحم وعلى بطولة الشهيد عبد اللطيف السيد. تفتح تويتر فتجدها تعج بصور الشهيد ما بين صور البروفايلات وصور التغريدات، وكذلك فيسبوك وكل وسائل التواصل الاجتماعي، الإعلام والتعاطي الإعلامي، التناغم بين كل المكونات الوطنية في حالة إجماع صنعها دم الشهيد عبد اللطيف السيد. التعازي والنعي، الإشادة ببطولة الشهيد عبد اللطيف السيد من مختلف المستويات. الرئيس الدكتور رشيد العليمي كان قد عز باستشهاد الشهيد عبد اللطيف السيد مشيرا إلى مناقبه وشجاعته. أيضا أعضاء مجلس القيادة، نوابه النائب الرئيس مجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، قائد الويت العمالقة اللواء عبد الرحمن المحرمي، بقية أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، الحكومة أيضا من مكتب رئيس الحكومة والوزارات المختلفة، الحالة الإعلامية عموما كلها مع ذلك البطل الشهيد الذي قدم روحه من أجل الوطن. ردود فعل دولية أيضا، كانت السفارة الأمريكية قد عزت في استشهاد الشهيد عبد اللطيف السيد كما يظهر أمامكم. بلغنا مقتل قائد قوات الحزام الأمني بمحافظة أبيان عبد اللطيف السيد وعدد من مرافقه صباح هذا اليوم، وإننا إذ نرفع خالص التعازي بهذا المصاب الجلل لنؤكد استمرار دعم الولايات المتحدة لليمن في مكافحة الإرهاب واجتثاثه. الحرب مع الإرهاب أمر من الأمور المهمة جدا والملفات المهمة عند صناع القرار في الدوائر الدولي والدول المؤثرة في المشهد الدولي، ودم الشهيد عبد اللطيف السيد صنع زخما كبيرا في جدية لمحاربة الإرهاب. وهذا التعبير من السفارة الأمريكية هو تعبير عن حالة الإجماع الدولي والمكاسب التي حققها دم الشهيد عبد اللطيف السيد على المستوى الدولي. على المستوى المحلي، إضافة إلى حالة الإجماع الوطني، المعنويات في السماء عند المقاتلين، القوات المسلحة، القبيلة أيضا تحتشد من أجل محاربة الإرهاب. البيئة الحاضنة المعادية لعناصر الإرهاب ستجعلهم ملاحقين من كل ما يدب على الأرض. كان مازن اليوسفي وهو عم الشهيد صلاح اليوسفي مدير عام مديرية خنفر قد صرح للغد المشرق بتصريح يعكس حالة الاصطفاف القبلي مع المعركة الوطنية لاجتثاث الإرهاب. القبائل اتفقت بالذات بعد هذا الجريمة على التناصر وعلى استئصال شأفة الإرهاب، وأن هذا الإرهاب هو يمسهم قبل أن يمس غيرهم. الذين قتلوا في هذا التفجير ليس فقط من قبيلة اليوسفي اللي هي من قبيلة كلد اليافعية، ولا من قبيلة السيد، إنما من قبيلة الجعدني ومن قبيلة السادة الجنيدي ومن غيرهم، ومن الضالع ومن ردفان ومن كل مكان. كل هؤلاء نسيج واحد وأبناء وطن واحد ودماءهم واحدة وعزاءهم واحد. ولذلك الآن شرفاء قبائل أبيان في المناطق الوسطى كلهم دور كبير. وأنا استمعت قبل قليل إلى مداخلة أخي وصديقي الأخ القائد أبو مشعل الكاظمي، وبالفعل رجل كفو وهو قائد العملية مدير أمن محافظة أبيان. كلنا أبناء أبيان سنكون عون، وكلنا ندفع بأبنائنا وندفع بقادتنا ليكونوا محراب لتطهير أبيان بإذن الله من هذا الآفة، وبإذن الله أنها محررة ونظيفة. حالة إجماع وطني لكل الفاعلين في المشهد الإعلامي والقبلي والعسكري والأمني، إلا أن
مخلفاتي مستنقع الارتزاق. كان لها مواقف قميئة تصف حالة الانحطاط التي وصلت إليه كائنات الطابور الخامس. انظروا إلى هذه التغريدة من ياسر اليماني، لا أستطيع قراءتها بصراحة، لكن أقول يا ياسر اليماني مع ورور، أنت وضميرك الذي بعته في سوق النخاسة السياسية، مع ورور أنت والإنسانية التي ماتت فيك، مع ورور أنت والعفن الذي تحمله في داخلك. للمعلوم أن آخر عملية أطلقها عبد اللطيف السيد لمحاربة القاعدة وأنصار الشريعة اسمها سيوف حوس. تدرون من حوس؟ حوس هذا هو الاسم الحركي لتوفيق الجنيدي، رفيق الشهيد عبد اللطيف السيد الذي استشهد في 5 ديسمبر 2011 على يد أنصار الشريعة، وفاء من الشهيد عبد اللطيف السيد لرفيقه توفيق الجنيدي. كانت آخر عملية قام بها عبد اللطيف السيد هي باسم هذا الشهيد. ثم يأتي كائن من كائنات الكذب والتزوير والتدليس ليطلق كلاما يثير الغثيان. الحقيقة أنه دم الشهيد عبد اللطيف السيد بقدر ما ألمنا وأحزننا سقوط هذا البطل شهيدا، إلا أن دمه أيقظ في الناس معنويات لمواجهة الإرهاب، سواء إرهاب القاعدة أو إرهاب الحوثي. هنالك عمليات أخرى قامت بها ألوية العمالقة، كنا لنتناولها في هذه الحلقة، لكن وقت الحلقة لا يسعفني لتناولها. كان هنالك كثيرا من التفاصيل عن العمليات التي تجري لتطهير أبين وشبوة وبقية المناطق من الإرهاب، إرهاب القاعدة، والتي هو الوجه الآخر للتخادم مع الحوثي. إلا أن وقت البرنامج أيضا لا يسعفني. إلى حلقة قادمة من بين السطور مع اليوسفي.